طائرة الأهلي رجال لنهائي بطولة كأس السوبر بعد ما فزنا على فريق طلائع الجيش في اللقاء اللي جمع ما بينهم امبارح ضمن منافسات الدور نصف النهائي على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وانتهت بنتيجة 3 أشواط نظيفة دون مقابل، علشان بكده الأهلي يضرب موعد مع الزمالك في المباراة النهائية واللي هتتلعب النهاردة إن شاء الله. خلينا نقول ان هي مباراه اكيد هتكون صعبه، لكن ان شاء الله نقدر نحسمها وناخد بطوله كاس السوبر. خبر تاني عن قرعه